أقام المؤتمر الشعبي العام بتعز حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة الذكرى 37 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام على قاعة نادي تعز وبحضور كبير لقواعد وقيادات المؤتمر الشعبي العام. في الحفل ألقيت العديد من الكلمات والتي رحب بمستهلها بالحضور من قيادة وقواعد المؤتمر، مؤكدا أن المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي متمسك بقيم التسامح والوسطية والاعتدال بعيدا عن الجهوية والمناطقية منذ تأسيسه. إن المؤتمر الشعبي تنظيم سياسي تأسس بقيادة الزعيم الراحل علي عبد الله صالح في 24 أغسطس، وستظل مواقفه منحازة إلى صفوف الشعب رغم الصعوبات والدسائس التي حاولت النيل منه. نحتفي بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام، لا ننسى تضحيات الشهداء من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل انتصار قيم الثورة والجمهورية والديمقراطية ضد عصابة الانقلاب العمودي، والتي سيظل المؤتمر الشعبي العام متمسكا بها ووفيا لها، وقدم خيرة رجاله وقياده بمقدمته الزعيم الراحل علي عبد الله صالح ورفيقه عارف السوكة. ولئن المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي رائد ولد من تربة يمنية خالصة، كيان سياسي شكل مظلة لجميع القوى السياسية، والذي يتكئ على مبدأ الوسطية والاعتدال في تناولاته ومواقفه السياسية، وهو المعول عليه كسفينة نجاة وصمام أمان الوطن. هذا اليوم يأتي في لذكرى تأسيس المؤتمر في 24 من أغسطس الفئة 1982، والذي جاء بعد صراع دام في إطار بعض المناطق اليمنية. فجاء المؤتمر الشعبي العام تأسيسه جامع لهذه القوى، وشارك في صياغة الميثاق الوطني كل القوى السياسية والأحزاب الموجودة على الساحة، وبذلك كان المخرج لاستقرار اليمن. واليوم تتشابه الظروف. كما تم استعراض المحطات التاريخية والمنجزات التنموية للمؤتمر الشعبي العام خلال 37 عاما من البناء ومواجهة كافة التحديات، إذ نجح خلال مسيرته الوطنية الرائدة في تحقيق الكثير من الإنجازات. المؤتمر الشعبي العام يمر ببعض الظروف بعد انتفاضة 2 ديسمبر التي قادها الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح، لكنه سيعود أكثر صلابة، معتمد بذلك على قيادته الحكيمة وأيضا على قاعدته الشعبية العريضة من صعدة وحتى محافظة مهرة. إننا اليوم احتفلنا بهذا الحزب الذي يعني الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة بين أفراد المجتمع اليمني، ويعني أنه أعطى المرأة حقوقها، وكانت هناك حرية الرأي والرأي الآخر، وكان المؤتمر الشعبي العام بصمات واضحة في هذا المجتمع، وكان يحافظ على النسيج الاجتماعي بين أفراد الشعب، وكان يعطي الأحزاب والتنظيمات السياسية حقوقها في المشاركة السياسية داخل المجتمع اليمني. تخلل الحفل العديد من الفقرات الأدبية والفنية المعبرة عن روح التسامح والتسامي التي يتمتع بها المؤتمر الشعبي العام منذ نشأته، كما تم رفع العلم الوطني ورمز المؤتمر الشعبي العام. احتفل المؤتمر الشعبي العام بالذكرى 37 لتأسيسه يحمل الكثير من الدلالات والمضامين، أهمها حتمية بقاء الحزب دون أن يطوى. وسيظل المؤتمر الشعبي العام رغم المؤامرات والدسائس أصله ثابت وفرعه في السماء. عواد الوهباني، اليمن اليوم، تعز.